أهلا بكل حضراتكم. النهاردة اليوم العالمي لمرض السكر، والحقيقة أنه الهدف منه هو توعية بمخاطر هذا المرض المزمن وكيفية الوقاية منه، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية والوقاية من مضاعفاته لدى المصابين بهذا المرض. هي أن الأرقام اللي أعلنتها منظمة الصحة العالمية بخصوص مرضى السكر حول العالم صادمة جدا، حيث أعلنت عن إصابة 537 مليون شخص بيعيشون مع مرض السكر. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن السكر وإزاي نقي أنفسنا منه، والمرضى كمان المصابين بهذا المرض إزاي يقدروا يتعايشوا معاه وما يحصلش أي مضاعفات، عشان كده هينضم لنا الدكتور السيد المور استشاري البطنة والكبد. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية عاوزين نعرف من حضرتك شرح مبسط عن مرض السكر. هو مرض السكر هو مرض مزمن بيتميز بأن هو فيه يا إما غياب تام لهرمون الأنسولين، يا إما أن البنكرياس ما بيطلعش خالص هرمون الأنسولين، تمام؟ ده النوع الأول. النوع الأول للسكر أن الشخص يعجز تماما البنكرياس يطلع الأنسولين. النوع الثاني أن المفعول نفسه بتاع الهرمون نفسه يكون مش موجود، يعني هو عباره عن غياب للانسولين او غياب لمفعول الانسولين او التعاليه بتاعته. تمام؟ يبقى النوع الاولاني اللي بيحصل في المعتاد في الاطفال، تلاقي طفل صغير وفجاه دخل في سكر، فجاه الولد تعبان لان البنكرياس بتاعه نتيجه مرض مناعي ما بقاش بيطلع. تمام؟ النوع الثاني اللي احنا هنشوفه الكبار شويه بيكون متعلق، لا الشخص وزنه كبير شويه، بطل يمارس الرياضه، تمام؟ بدأ يدخن، وده يعني مذهل لنا ان التدخين هو نفسه مرتبط بالسكر عند الناس، تمام؟ ففجأة يعلى سكره مع ان البنكرياس بتاعه بيطلع انسولين، لكن هو الفعالية بتاعته مش فعالة. طيب عايز اعرف فندم ايه اضرار السكر على جسم الانسان؟ هما بالاساس عشان يعرفوا السكر ويشخصوه حللوا سكر لمليون بني ادم. مليون بني ادم وشافوا مين اللي سكره مرتبط بما، يعني شافوا في المليون دول في ناس الشبكيه بتاعه العين فيها مضاعفات، كل دول كان سكرهم فوق ال 100. هو الدراسه الاول قالت احنا هنعتمد على شبكيه العين، ونقول يا جماعه هو مين اللي شبكيه العين بتاعته بخير؟ كل اللي سكرهم كان اقل من 200 كان شبكيه العين بتاعته بخير. فكره الاضرار بتاعه السكر كانت بدات من المنطقه دي، ان هم بداوا يلاحظوا ان السكر لو اهمل استمر فتره طويله ممكن يأثر على العيون ويعمل مشاكل في النظر، ومشاكل أغلبها فعلا لو أهملنا فيها، ومشاكل في الكلى اسمها اعتلال كلوي. الناس متصورة إن مشكلة الكلى الأساسية من المية بس، الناس فاكرة كده، فاكرة إنه هيحصل مشكلة في الكلى عشان المية. لا، السبب الأساسي لمشاكل الكلى هو السكر، تمام؟ يبقى قلنا العيون رقم واحد، ثم الكلى، تمام؟ ثم المخ، ثم القلب، ثم الاطراف كمان. يعني الاطراف نفسها اذا اهمل السكر ممكن تتاثر لدرجه ان يحصل فيها حاجه اسمها القدم السكري، ممكن نبقى نتكلم عليها بعد كده. طيب هل تواصل يا فندم العلماء لدواء للوقايه من المرض؟ حاليا كدواء لا، مش موجود دواء للوقايه من المرض. النوع الاول في نوع معين وراثي اكتشف ان في بعض الادويه لو اتاخدت ممكن تاخر حدوث، لكن حاليا ممكن ايه يا فندم؟ يأخر تطور النوع الاول للسكر. يعني ايه؟ النوع الاول للسكر زي ما قلنا هو مناعي، تمام؟ لكن في جزء منه وراثي، ففي علاج محدد اتاخد عشان ياخره سنه مثلا. لكن فكره ان الوقايه من السكر بادويه او بتحصينات حاليا. طيب انا عايز اعرف، هل طيب يا فندم موجد علاج للنوع الاول من السكر؟ اللحظه دي العلاج الوحيد للنوع الاول من السكر هو الانسولين وبس. بنسمع عن تطورات كتير حول العالم. تطورات جميله، تطورات رائعه، كلها جميله، اغلبها إيه؟ مثلا فكره ان التحليل الدائم من غير سكه، تمام؟ ان الناس بتحط الطفل الصغير بيحط لزقه على دراعه وبتسجل له سكر 24 ساعه بدون ما يتشكش، خيار اولاني. وده متاح في مصر يا فندم؟ متاح طبعا وموجود، والشيء الجميل انه بقى موجود في بعض الاماكن تحت رعايه الدوله كمان. تمام، يعني بدا التامين الصحي يتحمل. يعني ايه كمان اخر ما توصلوا العلم يا فندم؟ المضخات الاول كانت مضخات بتتطلب ان احنا اللي ننتقلها، يعني كانت المضخه عباره عن ايه؟ جزء موصل بجسم المريض او بجسم الطفل، تمام؟ بيوصل له
السرعه اللي انا بقول له عليها، تمام؟ فبقت لا بقت اوتوميتد، واوتوميتد مع سنسور، يعني ايه؟ فبقت هي اللي بتدي الجرعه المطلوبه وهي اللي بتحلل السكر في دم الايه؟ فالمضخات تطورت بطريقه جميله وده فعلا متاح. متاح طبعا. وكمان هنتكلم بقى في زرع البنكرياس. لازم زرع البنكرياس عشان نكون صرح مع بعض له شكلين. الشكل الاولاني زرع بنكرياس مع كلى، دي حالات نادره يعني الشخص اللي محتاج يزرع كلى مش كتير، تمام؟ والشكل الثاني اللي هو زرع الخلايا الجذعيه، هو موجود بس بشكل بحثي، يعني حاليا هو مش موجود بطريقه ايه نقدر نقول انها مستمره او روتينيه، لا هو موجود بشكل بحثي. طيب كمان محتاجين نعرف من حضرتك روشته كده فعلا للوقايه من هذا المرض، وازاي نحافظ على صحتنا علشان ما نصابش بيه. لا دي من اسهل ناس كتير جدا جدا جدا، مجرد ما يلاقي نفسه قرر يروح شغله ماشي، او مجرد ما يقرر يشترك في جيم، او مجرد ما يقرر مثلا ان هو يبدا يتحرك اكتر يلاقي سكره انضبط ولاحظ نقص. ناس كتير جدا 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 ما مجرد ما يقلل السكريات في اكله يلاقي سكره انضبط، يعني ناس كتير جدا مجرد ما هو بس بيقلل السكر الابيض في الشرب بتاعه مثلا في القهوه بتاعته تدريجيا، بحيث ان هو برضه يعني يتعود عليها بسهوله، تمام؟ ناس كتير جدا انا شفتهم بداوا ان هو اول ما يحس، مجرد ما الشخص يحس 15% من وزنه خلال سنه او سنتين نلاحظ ان مستوى السكر انضبط. ومن المفاجات اللي لاحظناها بقى غريبه جدا، ناس بيجوا مع توتر نفسي يعني انها اكتر من مريض، يجي مع توتر نفسي يعني نطلب منه انه يدرس نفسي او يزوره، بعدها بفتره تتحل السكر طويله جدا. فلو هنراجع لقدام، لو قدر يمشي كل يوم نص ساعه، لو قدر يعالج التوتر يعالج التوتر النفسي اللي موجود، تمام؟ لو قدر يقلل شويه النشويات في اكله ويقلل السكريات في اكله، تمام؟ ولو قدر ان هو زي ما قلنا يتابع سكره، لا مش هيجي له ان شاء الله للخير. طيب لو افترضنا يا فندم ان لعب الرياضه بيقي الانسان من الاصابه بهذا المرض، بس في رياضيين بيصابوا بالمرض، ايه تفسيرك لده؟ اوكي، احنا قلنا فكره الوقايه لا تعني دايما هي بتقلل، يعني مثلا اذا افترضنا ان سواء بيمشي بسرعه هاديه هو الاقل احتمالا ان هو ايه يبقى يحصل له حتى اكتر من نوع ثاني، ان هو غالبا النوع اللي بيحصل هو النوع الاول اللي هو ما اقدرش اقول نتيجه وقايه، يعني النوع الاول نتيجه وقايه منه هو مرض مناعي فجاه بعد نزول البرد فجاه بسبب تختفي خلايا البنكرياس المفرزه للانسولين، فالنوع الاول لا يمكن الوقايه منه. لكن النوع الثاني اللي هو مرتبط بالوزن وبالحركه وبالرياضه وبالوضع النفسي وبالاكل، لا ده يمكن الوقايه له بنسبه كبيره جدا جدا جدا. دكتور سيد المورة استشاري البطنة والكبد، انا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا على وجودك معانا وعلى معلومات حضرتك القيمه كمان. كمان الشكر موصول لحضراتكم، بشكركم شكرا جزيلا على المتابعه. كنت معكم انا منى يحيى، والى اللقاء.